هذا البرنامج برعاية قناة مصر زراعية. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم الحصاد. في الحصاد اليوم وفي الفقرة الحوارية هنناقش موضوعين مهمين بالنسبة لنا وبالنسبة لجمهور المزارعين المصريين. كلهم كانوا بيعتزوا جدا بمحصول القطن وكانوا بيعتبروه الذهب الأبيض، لكن أصاب القطن ما أصاب كثير من المحاصيل في السنوات السابقة. تردى القطن تردي كبير جدا. حاولت الحكومة في خلال السنوات الماضية أنها تنهض مرة أخرى بالقطن وأنها توفر قطن الإكثار يكون ذو جودة عالية تستطيع من خلاله أنها تزرع باقي المساحات القطن بقطن جيد ما فيهوش أي خليط من الأقطان الغير جيدة، ونرجع بقى نتعامل بقطننا ونصنعه ونصدره للخارج. عايزين نعرف هل في خطط فعلا موضوعة، وهل الخطط دي أتت جزء من ثمارها ولا لأ. عايزين نعرف إزاي ممكن نحصن قطننا وإزاي ممكن نستفيد منه ونعظم الاستفادة منه. دي أول فقرة هتكون معانا، وهيكون معانا مجموعة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال. كمان هنتكلم في فقرتنا التانية عن المبيدات. كلنا بنخاف طبعا من المبيدات وطريقة استخدامها. احنا يمكن عندنا مبيدات زي كل دول العالم بتستخدمها، فده مش شيء مقلق، لكن الشيء اللي بيقلقنا فعلا وبيقلق المسؤولين او المتخصصين في هذا المجال هو طريقة استخدام المبيدات والتعاطي معها. كثير من المزارعين بيستخدموها بطريقة جائرة، بطريقة ممكن انها تسبب اذى ليهم وللارض والمحاصيل اللي احنا بنتناولها كغذاء بعد كده. علشان كده لجأوا الى اسلوب جديد هو مطبقين للمبيدات، بمعنى ان يكون في افراد مسؤولين عن رش المبيدات مقابل مبلغ رمزي، وممكن يعملوا مشروع بعد ما ياخدوا تدريب من الوزارة ومن لجنة المبيدات على كيفية رش المبيدات بشكل سليم. هنتكلم عن مطبقي المبيدات في هذه الفقرة مع الدكتور حسن شلبي، الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النبات وعضو لجنة المبيدات. أما الآن فحترك حضراتكم مع فقرتنا الإخبارية المصورة، نعود بعدها لنتكلم بشكل أكثر تفصيلية عن أحداث اليوم، فابقوا معنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وفدا من ممثلي صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وفدا من ممثلي صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية لبحث سبل التعاون مع مصر. الدستورية تؤجل منازعة الحكومة لوقف تنفيذ حكم تيران وصنافير إلى 12 من فبراير. قررت هيئة المفاوضين بالمحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، وذلك لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية إلى 12 من فبراير المقبل للاطلاع وتقديم المذكرات. خبراء روس يعيدون تقريرا بنتائج الاطلاع على إجراءات أمن الطيران بمصر. أعلنت وزارة النقل الروسية أن الخبراء الروس بعد عودتهم من القاهرة يعيدون تقريرا حول نتائج زيارتهم لمصر، والتي اطلعوا خلالها على الإجراءات التي اتبعها أمن الطيران في مصر. ومن جانبها نقلت وكالة أنباء نوفوستي عن المكتب الصحفي لوزارة النقل الروسية اليوم الاثنين، نقلت أن الخبراء الروس عادوا من القاهرة ويعكفون في الوقت الراهن على إعداد تقرير بنتائج التفتيش الذي جرى على أمن الطيران في مصر.
استشهاد 5 من قوات الأمن في انفجار استهدف كمين شرطة بالعريش. قال مصدر طبي بشمال سيناء إن مستشفى العريش استقبل 5 شهداء و7 مصابين من قوات الشرطة و3 مجندين مصابين بينهم مسعف. وأوضح المصدر أن الشهداء والمصابين تم نقلهم من موقع التفجير الذي تعرض له كمين شرطة غرب العريش. وفي سياق متصل أكد مصدر أمني أن مجموعة إرهابية أطلقت النيران على الكمين، وبعد تبادل لإطلاق نيران اقتحمت سيارة مفخخة الموقع وانفجرت، وسقط شهداء ومصابون من صفوف القوات وتضررت بعض منازل المواطنين. استمرار إغلاق أبو غاز الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث على التوالي. قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق أبو غاز الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثالث على التوالي، نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار. وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا على عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها البعض أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية. عودة لحضراتكم من جديد، وتصحيح بس بسيط لما جاء في النشر المصورة. بكل أسف ارتفع عدد الضحايا من 7 من رجال الشرطة إلى من 5 إلى 7 من رجال الشرطة و2 من المدنيين لقوا حتفهم واستشهدوا جراء التفجير الذي تم بسيناء اليوم. نروح لأخبارنا، وحنبدأ من يعني تبادل الزيارات على المستوى الأمني والاستخباراتي بين الجانب المصري والجانب البريطاني. الرئيس السيسي استقبل اليوم رئيس الاستخبارات البريطاني. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين أليكس يانجر رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية أكد أن بلاده تنظر لمصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تكثيف التعاون الأمني بين مصر والمملكة المتحدة يكتسب أهمية خاصة في تلك المرحلة التي تتعرض فيها منطقة الشرق الأوسط وكثير من دول العالم إلى موجات متزايدة من الأعمال الإرهابية. طبعا احنا عايزين نعرف مزيد من الآراء والتفاصيل حول هذا الخبر. أعتقد أنه معنا على الهاتف اللواء نبيل أبو النجا، حاول نجيب هذا الاتصال عشان نعرف معلومات أكتر. طبعا مصر بتكتسب أهمية كبرى في منطقتها، منطقة الشرق الأوسط اللي هي منطقة الأحداث كلها. مصر عندها خبرة كبيرة دلوقتي بكيفية التعامل مع الإرهاب، في أحداث إرهابية كتيرة حقيقي بتحدث على أرض وطننا، لكن إذا ما قورنت بما يحدث ويتم في أنحاء العالم فالحمد لله يعني إحنا قادرين حتى الآن إن إحنا نتصدى الإرهاب ونقضي على أعداد هائلة من الإرهابيين. هنحاول نجيب تليفون على هذا الخبر، ولحين ذلك بنكمل أخبارنا ونروح للاجتماعات اللي بتتم يوميا بين الوزراء المختلفين علشان صالح هذا البلد وعلشان نحاول نطور ونغير من الأخطاء اللي بتقع أيا كانت. رئيس الوزراء عقد اجتماعين مع وزيري التخطيط والنقل، وده النهاردة مع الوزيرين بمقر وزارتهم لمتابعة الملفات التي تتعلق بكل وزير في قطاعه. يأتي ذلك في إطار المتابعات الدورية التي يعقدها رئيس الوزراء مع الوزراء في مقر وزارتهم لمتابعة ملفات كل قطاع وعملية تقييم شاملة لأداء الوزراء. ده شيء مهم جدا. رئيس الوزراء كان صرح قبل كده أنه ممكن يحصل تغيير وزاري في حالة أن أي وزير ما قامش بالدور اللي عليه. جميل أنه هو يزور الوزارات في مقر الوزارة، ما يكونش الزيارة لمقر مجلس الوزراء أو رئاسة مجلس الوزراء، لا، يكون في انتقال على أرض الواقع للتعرف على المشاكل والصعوبات اللي بتقابل كل وزارة. وطبعا وزارة التخطيط دي وزارة مهمة جدا لأن هي في إيديها كل حياة مصر ومستقبلها، هي بتخطط للمصريين وبتخطط إن احنا نخرج من الأزمة الاقتصادية، بتخطط للمشروعات القادمة، فهي وزارة مهمة جدا. ونتمنى أنه كل هذه الاجتماعات تتم بشكل دوري ومفيد لكل الأطراف. نروح للخبر المهم، وللأسف
اللي سيطر على نشراتنا واللي طبعا بيصيبنا بالحزن. هو للاسف خبر متكرر بيحدث في سيناء، والرجال في سيناء هناك بيدفعوا ثمن استقرارنا احنا في الداخل عشان نقدر ان احنا نعيش حياتنا في امن وامان. هم بيستشهدوا من اجلنا احنا، فربنا يرحمهم ويتغمدهم بغفرانه ورحمته ويصبر اهالي الشهداء يا رب. فعلا استشهد 7 من رجال الشرطه في هجوم على كمين المطافي بالعريش، و2 من المدنيين. وللاسف ده خلال احباط هجوم على كمين المطافي بدائره قسم 3 العريش باستخدام قذائف RPG، وتم بالفعل تصفيه 5 من العناصر الارهابيه اثناء احباط هذه المحاوله. واكد مسؤول مركز الاعلام الامني بوزاره الداخليه ان الاجهزه الامنيه بشمال سيناء تمكنت من التصدي صباح اليوم لهجوم ارهابي مسلح شارك فيه ما يقرب من 20 عنصر مسلح، حول اقتحام كمين المطافئ بدائرة قسم 3 العريش باستخدام قذائف RPG وسيارة مفخخة، فضلا عن كثافة نيرانية من الأسلحة الآلية والمتوسطة وزرع عبوات متفجرة بنطاق الكمين. يعني ناس كانوا عارفين هم بيعملوا ايه، وكان عندهم يعني القدرة انهم يزرعوا عبوات متفجرة بنطاق الكمين، وانهم يفخخوا عربية قيل انها عربية من عربيات يعني النظافة المستخدمة في المحافظة بعد حرق مستودع لعربات النظافة. معنا يعني اتصال حول هذه الأخبار علشان نشوف قدر أكبر من التحليل. اللواء نبيل أبو النجا خبير أمني واستراتيجي، أهلا بحضرتك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. احنا يعني عاوزين تعليقك الاول على الخبر اللي كنا بنذيعه فيديو الان عن استشهاد 7 من رجال الشرطه و2 من المدنيين في الهجوم على كمين المطافئ. تعليقك على ما حدث اليوم وتصورك يعني للحدث ده. والله بادئ زي بادئ طبعا، يعني رحمه الله على شهداء الوطن الابرار. امين. وطبعا انا اتكلمت كتير في الموضوعات دي. يعني الارهاب اولا عمره ما هيتوقف ابدا الا لما الشيطان يموت، لان طول ما في شيطان في شر على الارض. بس المهم ان احنا نقلل وتيره العمليات الارهابيه برغم صعوبتها، وبرغم ان مصر الدوله الوحيده في العالم اللي بتواجه الارهاب على ارضها. احنا شايفين تحالف دولي في العراق 42 دوله، وتحالف عربي اخر عند الحوثيين في اليمن، انما مصر لوحدها بتواجه الارهاب. واحنا ان شاء الله بفضل الله قادرين ان احنا نقلل وترته لاقل درجه. بس هذا الكلام يعني انا طالبت الساده المسؤولين مرارا وتكرارا ان احنا لابد نراجع الاجراءات الامنيه المتخذه. ما فيش حاجه اسمها كمائن ثابته ابدا، ده خطا فادح في حرب العصابات او الجوريلا وورفير، ان احنا نحارب عصابات بان احنا نعمل له كمائن ثابته يجي يضربها ويجي يستخبى. لا، مفيش حاجه اسمها دوريات سياره على طرق محدده وفي توقيتات زمنيه وممر محدد، الكلام ده كله مش مظبوط. صحيح. ثانيا، في اجهزه احنا لازم نتوسع فيها، اجهزه الكشف الراداري على الافراد، يبقى في مسافات امنيه من نقاط الارتكاز الامنيه لو في بد من تواجدها عشان نكتشف الحاجات دي مبكر. قاعدة البيانات قبل كل ده عشان نعرف كل واحد فين وكل بيت فيه مين، لأن طبعا في وسط الأهالي عملية شائكة جدا. لازم يبقى في طيران هليكوبتر موجود ستاند باي، يعني تطلع الطيارة حالة أولى في خلال 3 دقايق تكون فوق المواقع دي كلها. إنما مش تيجي النجدة بعد نص ساعة وبعد ساعة وعلى طرق محددة ملغمة، أخطاء لابد نتداركها بقى. متهيألي كفايه قوي الوقت اللي فات ده، ولازم نتعلم من اخطائنا، ولازم نبطل ناس تفضل تطبل وتزمر وندفع دم شهداء ونقعد نقول احنا واحنا واحنا. لا، احنا في اخطاء. والله انا بحيي حضرتك تحيه كبيره جدا صادقه من القلب الكلام حضرتك حقيقي، لانه احنا حتى انا ماليش مصلحه غير وطني، احنا الانتماء وده واضح وطن. جدا والله يا فندم في كلام حضرتك. واحنا حتى لما بنقول ان في اخطاء، احنا ما بندنش حد، احنا عاوزين نتحسن ونبقى افضل، وكلنا في الاخر احنا العائله المصريه، سواء يعني ابناء نفسينا او الشرطه او الجيش، كلنا عائله مصريه، لابد ان نتدارك اخطائنا ايا كان. حضرتك انا بحترم حضرتك صديقك من صدقك النصح. صحيح صحيح. المرايه اللي بتشوف فيه اخطائك. يعني أنا حضرتك الحمد لله يعني ما بحبش كلمة أنا، بس أنا مؤسس الوحدة الاستراتيجية 3 ساعات قتال في وحدات الصفاقة. نعم.
ده صميم عملنا. نعم. قلنا ان احدى البؤر الارهابيه دي عندنا في رفح والشيخ زايد والعريش. 42 كيلو على الساحل. في الجنوب في تجمعات بدويه كتيره. وادي العمر والبرس ونجع شبانه والتوم والظهيره والمقاطعه يعني حاجات كتير. احنا هذه المناطق قلنا يا جماعه قدامكم في حلول كثيره جدا نقضي على الارهاب ده في 3 4 ايام بالكتير بالكتير. احنا بنحارب اشباح اللي هي حرب العصابات، ناس من نفس السكان المحليين ما تقدريش حضرتك تطلعي ده من ده. احنا في يعني العناصر دي مزروعه من 30 40 سنه، كبروا واخدوا اللهجه واخدوا الشكل واتجوزوا وخلفوا من نفس الناس دي. فاحنا النهارده قلنا نعمل كامبات كبيره نجمع فيهم الاهالي دول 3 4 ايام ونفرز الناس دي بالواحد، بتوع السجلات المدني وشيوخ القبائل الكبار والناس كلهم يفرزوهم امنيا. لا. هل ده الراجل ده امن ولا غير امن؟ يعني مننا ولا عدو؟ ثانيا نعمل كردان امني كبير حوالين الثلاث مناطق رفح الشيخ زويد العريش. هنا بقى استخدام الدبابات والمدفعيات 4 5 كيلو بره، ونقسم كل مدينه من دول 4 اقسام كده عناصر محدده بتخش محترفه في القتال في المناطق المبنيه وفي المناطق الصحراويه والجبليه، ونفرز المنطقه شبر شبر. ده مش صعب ابدا ابدا ابدا. بعد ما نخلص الموضوع ده نرجع الناس تاني مكانهم. هنا كمان بالتزامن وبالتوازي مع منطقه جبل الحلال اللي بيجي حضرتك من صحراء النقب لغايه السر والقوارير، مساحه كبيره حوالي 82 كيلو. عندنا وحدات مدربه على القتال في المناطق الجبليه بالتوازي مع داعش، ما فيش حد يجري من هنا يروح هنا والعكس. ثانيا عمليه استخدام افراد الامن المركزي، اجيب ولاد فرز ثالث ورابع ما يعرفش يقرا ويكتب، واستخدامه للسلاح ضعيف وتدريبه وخبراته القتاليه ضعيفه جدا، واحطه في ارتكازات امنيه. يا جماعه راجعوا هذا الكلام كمان يا فندم وارجوكم ونفذوه عشان نوفر الدم اللي يكون موجود في المناطق دي في وسط النار. الناس المحترفين المتطوعين والضباط والضباط الكبار اللي عندها فكره مش ضباط صغيرين. ونستخدم الاجهزه العلميه شويه، اجهزه الاستشعار عن بعد، اجهزه الكشف الراداري، اجهزه الطيارات اللي بتطلع تفجر الالغام من فوق بالاشعاع. هو في عندنا وسيله طيارات بدون طيار؟ هل محتاجين ان احنا نزود عددها مثلا تكون يعني تستكشف الاماكن دي من فوق بحيث ان احنا نشعر باي خطر؟ حضرتك بتسمعي ان الصهاينه اللي احنا اديناهم درس في 73 عمرهم ما هينسوا يوم الدين، بيستخدموا يعني طيارات بدون طيار بتضرب واحد راكب دراجه بخاريه كان في طريقه ننفذ عمليه. مين اللي بيحصل ده دلوقتي هنا؟ فين قاعده البيانات؟ فين الناس اللي موجوده؟ عندنا اجهزه خدمه خاصه وسريه ومخابرات حربيه ومخابرات عامه و و و وعناصر من الجيش الثاني والثالث وافراد صاعقه كم هائل. ازاي نحسن استخدام القوات دي؟ ان احنا نصفي البؤر دي في 3 4 ايام. يا جماعه اسمعوا خبراتنا، احنا عندنا خبرات قتال وخبرات في العمليات الخاصه، يعني اقعدوا معانا واسمعوا الكلام ده. خصوصا يا فندم خصوصا يعني كان في حاجات بتشب ان ده ممكن يحصل بعد يعني حريق الجراج اللي فيه العربيات النظافه وسرقه سيارتين او نقص سيارتين، فكان معروف حضرتك سيارات النظافه بتاع الكير سيرفيس في العريش. انا ليا مؤسسه هناك اسمها مؤسسه مصر للتنميه والابداع. نعم. عشان نجيب شباب البدو ونحفظهم الجزء عامه وندربهم على حاجات معينه ونبتدي نرفع مستواهم ونعمل لهم مشاريع يشتغلوا فيها عشان ناخدهم من الارهاب. حضرتك سيارات الكير سيرفيس انضربت 3 مرات. بيروح المجمع اللي بتتخزن فيه العربيات ولعوه حرقوها بالكامل عشان البلد تتكدس بالقمامه، الناس يبقى عندها نقمه على الجيش عشان يبقى فيه كذا. هم الناس اللي بيضمروا لمصر الشر كتير واساليبهم كتيره. وممكن تستخدم القمامه دي نفسها في يعني انها تزرع باشياء، ويعني ربنا يستر. يعني كمان حصل يعني استهداف لكمين المساعيد بعد استهداف كمين المطافي حضرتك بعدها على طول كمين المساعيد، وحتى الان في اشتباكات اخرى بتتم النهارده عشان حضرتك ننجح في القضاء عليه. مش هقول بقى قضاء عليه نهائيا عشان نقلله خالص،
حضرتك لابد انهم ينفذوا الكلام اللي احنا قلناه ده ويدرسوه. يعني لازم الكلام ده يتعمل النهارده. اهم حاجه اول خطوه نجاح حضرتك داتابيز، قاعده بيانات كامله عن كل من هو موجود على هذه الارض. نعم. انا بشكر الثلاث مدن دول وفي التجمعات البدويه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سياده اللواء. لكن قبل ما نسيب حضرتك عايزه بس تعليقك ايضا على الاجتماعات اللي بتتم بين الرئيس السيسي وبين رئيس الاستخبارات الخارجيه البريطانيه، الاعرب عن ان مصر مهمه في موقعها في الشرق الاوسط وانه في امكانيه تعاون على المستوى الامني والمخابراتي. شايف ايه مجالات التعاون بيننا وبين المملكه المتحده وازاي ممكن نستفيد من هذا التعاون يا فندم؟ الو، اتفضل يا فندم. طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال. سياده اللواء، انا مع حضرتك يا فندم. ايوه يا فندم، تعليقك بس على هذا الخبر لو سمعتني، خبر يعني التبادل الامني والاستخباراتي بيننا وبين المملكه المتحده. حضرتك برضه من الخطوات اللي لها تاثير ناجح جدا على مكافحه الارهاب هي عمليه تبادل المعلومات الامنيه والاستخباراتيه، لان احنا جلوبال فيليج دلوقتي، احنا قريه كونيه. لازم المعلومات عن تحركات الناس دي وتجمعاتها والاماكن اللي هم بيتدربوا فيها والناس اللي بيترحلوا من هنا لهنا لازم نتابعهم كويس قوي. كل بلد تبلغ الدوله الاخرى باللي بيحصل جواها، بالتحركات، بالكلام ده. انما النهارده حاجه اقول المملكه المتحده، المملكه المتحده فيها دبل وان ايد كريك الوود في لندن، مقر جماعه الاخوان الارهابيين، وبيخططوا وبيعملوا و و و و النهارده نتعاون. نتعاون، بس انا عايز اقول لحضرتك الناس دي اللي بيعملهم هم اجهزه المخابرات الغربيه كلها. اللي بيسلحهم، اللي بيخترع السلاح، واللي بيصنعوا الترسانات الاسلحه عندهم. احنا نتعاون ونمد ايدينا الكل، انما نكون حذرين جدا جدا. اهم حاجه هم عندهم حضرتك الام 5 والام 6 اللي هو المكتب الداخلي والخارجي، مخابرات على اعلى مستوى، اهلا وسهلا. انما برضو حضرتك مع الحذر الشديد. نعم. احنا النهارده بلدنا بكفاءتنا بخبراتنا موجودين، كل اللي بنحتاجه الاجهزه اللي هي ذات التقنيه العاليه هيزودونا بيها، اهلا وسهلا. هيقفوا معانا، اهلا وسهلا. لان الناس دي النهارده لسه في فلوريدا كان في حادث حضرتك من يومين، صحيح، وفي المانيا وفي فرنسا وفي النمسا، في كل البلاد، بلجيكا، في كل الدول. ما هو للاسف يعني انقلب السحر على الساحر، هم نفسهم يعني صنعوا الارهاب ولم يستطيعوا ان يجابهوه فيما بعد. هم حضرتك في الاخر هيلجاوا لمصر، لان مصر هي ام الدنيا وهي قلب العروبه النابض، هي الدرع والسيف. ربنا يحمي جيشنا وشرطتنا. أمين. واجهزتنا كلها، وان شاء الله ما حدش هيقدر ابدا ابدا يكسر مصر، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ان شاء الله مصر بلد الامن والامان. بس ارجو نراجع كل الحاجات اللي انا اتكلمت مع حضرتك فيها وهم اصحاب القرار، نرجو سرعه التحرك علشان مش عايزين دم يسيل اكتر من كده. بشكر حضرتك سياده اللواء نبيله منجا الخبير الامني والاستراتيجي، وفعلا يعني صديقك من صدقك، والنقد طالما نقد بناء ونقد يستهدف ان احنا نطلع لقدام لا ضرر منه، خاصه اذا اتى من رجال ذوي خبره ولهم باع طويل، حربوا عشان البلد دي ولهم يعني امكانات كبيره جدا في المجال الامني. خلينا نرجع لاخبارنا يعني من وزاره الزراعه والاعلان عن حركه تغييرات بالديوان العام والمحافظات قريبا. أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه بصدد الإعلان قريبا عن حركة تغيرات وتنقلات كبرى بديوان عام الوزارة والقطاعات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات المختلفة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة فضلا عن تطوير أداء العمل بالوزارة. وقال فايد في بيان صحفي اليوم الاثنين أن حركة التغيرات تستهدف في الأساس التفاعل الحقيقي مع المزارع والفلاح البسيط من خلال قيادات جديدة قادرة على تفهم احتياجات المزارع والنزول إليه وتوعيته وإرشاده والتعرف على المشكلات التي تواجهه وإيجاد الحلول السريعة لها، بما يخدم القطاع الزراعي ككل ويحقق التنمية الزراعية المستدامة.
لسه مع أخبار الزراعة ولقاءات بين وزير الزراعة المصري ووزراء الزراعة العرب علشان نستفيد من الخبرات المتبادلة. وزير الزراعة يبحث مع نظيره اللبناني زيادة صادرات المنتجات الزراعية المصرية. يبحث الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاثنين بمقر الوزارة مع غازي زعيتر وزير الزراعة اللبناني ووفد رجال الأعمال المرافق له، يبحث زيادة التبادل التجاري في مجالات الزراعة بين البلدين ونقل الخبرات المشتركة. وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة ونظيره اللبناني والوفد المرافق له الذي يضم مجموعة من رجال الأعمال العاملين في مجال استيراد وتصدير المنتجات الزراعية المصرية بحث اليوم زيادة التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية، وذلك بحضور خبراء الزراعة بالحجر الزراعي المصري ومسؤولي الحجر البيطري. مهم جدا نفتح اسواق لصادراتنا، ودلوقتي بعد يعني تعويم الجنيه اصبحت صادراتنا لها سوق في الخارج، لان مهما كان هيكون اسعارها منافسه بكل تاكيد. هنروح لتقرير عن هذا الموضوع ولقاء الوزير المصري بالوزير اللبناني. النهارده مع السيد وزير الزراعه اللبناني لقاء يعني جيد جدا، وفي امل ان احنا نزود صادراتنا من المنتجات الزراعيه. احنا دلوقتي اظن وصلنا لحوالي 120 الف طن الى لبنان، معظمهم بطاطس وبصل وبعض الاصناف الاخرى، لكن احنا بنطمع فيه يكون هناك نوع من التعاون الزراعي والتجاري بين البلدين، بالاضافه لان احنا اتكلمنا النهارده في موضوع العلاقات. هم عندهم طبعا جاليات كبيره جدا في بعض الدول الافريقيه، فاحنا هنقوم بزياره هذه البلاد مع بعض اللبنانيين اللي هم مقيمين هناك عشان نقدر نطور، لان سوق افريقيا سوق كبير جدا. عندنا اتفاقيات دوليه زي الكوميسا، عايزين نستغل هذه الامكانيات، زائد الدوله الحقيقه بتدعم صادراتنا من الشحن البحري لان الشحن غالي جدا. فالحقيقه فرصه كويسه جدا ان هم بعلاقتهم التجاريه واللي بقى لها مدد قديمه جدا في بلاد المختلفه الدول العربيه بالذات، ان هنقدر نتعاون في هذا المجال بوجودهم. نعمل بخطوات لتامين المناخ المناسب لتبادل السلع المحصولات المصرية إلى لبنان والمحصولات اللبنانية إلى مصر، من حيث تشكل نوع من التكامل، يعني ما يحتاجه الشعب المصري وما هو موجود في لبنان من إنتاج زراعي نصدره إلى مصر، وأيضا العكس صحيح، هو المحصول الزراعي المصري المطلوب في لبنان. من واجبنا أيضا أن نحمي هذا القطاع ونستقبله أيضا. هذا التبادل هو بين البلدين بتنويع السلع الموجودة في البلدين. والحقيقة في بعض المعوقات للصادرات المصرية والصادرات العربية بشكل عام، بسبب لأن دايما الموضوع الزراعي والغذاء الزراعي، المشكلة اللي فيه هي حاجة لها علاقة بالأفات والحشرات. فإدخال التكنولوجيا على عنصر على الزراعة بيطور من المنتج الزراعي وبيديله المواصفات المعتمدة عالميا. وبالتالي نحن مثلا عندنا سابق تجربة وتعاوننا مع وزارة الزراعة ومعهد البحوث الزراعية وعملنا تجربة علمية وأثبتت جدواها، ودلوقتي بقت معيار دولي من المعايير الدولية تدابير الصحة النباتية معتمدة بالعالم، اللي هي موضوع الفابور هيت تريتمنت من غير توصلنا إلى القضاء على ذباب الفاكهة وذباب الخوخ تحديدا اللي هي من الحشرات الحجرية اللي محظرة دوليا، توصلنا للقضاء عليها من غير استخدامات أي كيميكلز أو أي مواد كيميائية.
الجميل في الموضوع ان وزاره الزراعه مش بتكتفي فقط باللقاءات مع يعني الوزراء على مستوى الدول العربيه، لكن هي بتحاول انها تبحث عن الجديد في كل مكان في العالم، زي ما سافروا قبل كده ويعني تعرفوا على تجربه صوب بشكل افضل وعلى التطور فيها. كمان وزير الزراعه الان بيبحث مع وفد كوريا التعاون بين مشروعات تنمويه بين البلدين. استقبل الدكتور عصام فايد وزير الزراعه واستصلاح الاراضي وفد جمهوريه كوريا الجنوبيه برئاسه سفيرها في القاهره لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين. وقال وزير الزراعه في بيان صحفي اليوم الاثنين ان الوفد الكوري اكد على دعم مصر في كافه المجالات المتعلقه بالزراعه وتنميه الثروه السمكيه، فضلا عن تبادل الخبرات في تلك المجالات ومجالات التدريب والبحث العلمي بين مراكز الابحاث في كلا البلدين. واوضح فايد ان مشروعات التعاون في مجال الثروة السمكية مع كوريا الجنوبية ستشمل صيد التونة والصيد البحري والنهري والمصائد الطبيعية في الساحل الشمالي وغيرها من المناطق، فضلا عن التعاون في مجال الزريعة. ده شيء مهم جدا، احنا محتاجين الخبرات في مجال يعني الاستزراع السمكي، لان مصر مقبلة على مشروعات كبيرة في الاستزراع السمكي، ولابد من توفر الخبرات اللي سبقتنا واللي عندها خبرة في المجال ده، خاصة الاستزراع على يعني المية المالحة مش المية الحلوة. كمان علشان نروح للفلاحين وللفلاحات او يعني اللي عندهم مشروعات صغيرة في البيت، سواء مثلا دواجن أو غيرها، وبيساعدوا لسه أزواجهم في الحقل أو غيره، لابد من التعامل معهم عن طريق الرائدات الريفيات. فأقيمت ورشة عمل أو ستقام ورشة عمل الأربع المقبل لتدريب الرائدات الريفيات. المجلس القومي للسكان حينظم الأربع المقبل بالتعاون مع قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بوزارة الصحة والسكان ورشة عمل لتدريب الرائدات الريفيات على الرسائل الإعلامية الخاصة بالخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي. وقال بيان صادر عن المجلس أن الهدف من ورشة العمل رفع وعي الرائدات الريفيات وتعريفهن بالاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 والرسائل الإعلامية التي تتضمنها الاستراتيجية ودور الرائدات في توصيل هذه الرسائل للجمهور المستهدف من خلال الاتصال المباشر والمشورة. وطبعا عارفين أنه في الريف أحسن وسيلة للوصول للناس هي الاتصال المباشر، وما بيصدقوش حد غير عن الطريق ده، هو الاحتكاك المباشر واللقاءات المباشرة بينهم وبين الناس هتفرق كتير. الجيش مازال بيقوم بدور كبير في توفير السلع الغذائية للناس بأسعار مخفضة. محافظ الإسماعيلية بيتابع توزيع القوات المسلحة ل 39 ألف كرتونة من المواد الغذائية. اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية تابع جهاز خدمات القوات المسلحة في توزيع أضخم حصة غذائية بلغت جملتها 39 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها بنصف الثمن على المواطنين بالمحافظة وتوابعها بسعر 25 جنيه فقط للكرتونة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة كافة أجهزة الدولة في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، وإيمانا منها بدورها الحيوي باعتبارها جزء من نسيج شعب مصر وإحدى مؤسسات الدولة المصرية التي تحرص كل الحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين. خلينا نتابع الأحداث من الإسماعيلية مع الأستاذ جمال حراجي مراسل اليوم السابع في الإسماعيلية. أهلا بحضرتك أستاذ جمال. أهلا بيك. كلمنا عن الجهود اللي بتقوم بيها يعني القوات المسلحة بالتعاون مع المحافظة في توزيع هذه المواد الغذائية. يعني هو طبعا القوات المسلحة، المنافس بتاعت القوات المسلحة في الإسماعيلية يعني موجودة بقالها فترة، مجموعة من المنافس موجودة في قطاعات مختلفة، يعني في المدينة وفي القرى وفي بعض المراكز والمدن القريبة من المحافظة. المنافس بيبقى فيها كل السلع الغذائية اللي موجودة بأسعار مخفضة، يعني تقريبا النص يعني أو 50% من السعر الحقيقي بتاع السلعة. بالنسبة للكراتين اللي موجودة دي كرتونة بيبقى ثمنها حوالي 25 جنيه، بيبقى فيها حاجات تقريبا يعني بتزيد عن 70 جنيه أو عن 80 جنيه، يعني فيها مثلا اللي بتستغنى فيها في سكر مش عارف شاي، يعني فيها حاجات يعني لو حضرتك حسبتها هتلاقيها أعلى بكتير قوي من ثمن الحقيقي، بتزيد ب 25 جنيه للمواطنين. وبيتم توزيع الكراتين دي على المناطق اللي هي الاولى بالرعايه، يعني هي قرى بعيده شويه اللي فيها مشاكل، يعني فيها فقراء وفيها ناس، يعني فيها مناطق شعبيه يعني بتستهدفش العاصمه يعني او المقر الرئيسي المدينه، لكن بتروح للقرى الاكثر فقرا. بالظبط، القرى اللي هي الاكثر فقرا واللي فيها ناس محتاجه فعلا
يعني هذه المواد الغذائيه وما تقدرش تجيبها بشكل سعرها الحقيقي. يعني كميات كبيره الحقيقه اللي تم توزيعها، ولسه في كميات ثانيه بتتجهز عشان تتوزع برضه في نفس القرى. يعني القرى دي مثلا قريه اسمها الفيشه، هي على بعد حوالي 3 كيلو او 4 كيلو من مدينه الاسماعيليه. في ايضا في قرى مدينه ابو سويف، دي على بعد حوالي 10 كيلو 15 كيلو تقريبا من الاسماعيليه، في كيلو 11. يعني في اكثر من مكان، كل هذه المناطق يعني تعتبر مناطق شعبيه فيها ناس محتاجه له هذه السلع. طبعا بقى في تزاحم يعني على ال يعني هي تبقى المساله منظمه الى حد ما، يعني العربيه بتقف في مكان معين، ويبقى في طبعا الشرطه موجوده والجيش نفسه بيبقى بينظم الطوابير على او الطابور على الحاجات دي، وبيتم التوزيع بشكل يعني ما فيهوش زحام قوي. دي بتيجي بصفه دوريه يا استاذ جمال ولا بتيجي كل قد ايه تقريبا؟ لا الحقيقه ما لهاش مواعيد، يعني هي المشكله انها ما لهاش مواعيد ثابته، يعني ممكن تبقى مثلا في اول اسبوع، في نص الاسبوع، في اخر الاسبوع، حسب بقى الكميات اللي هم بيطرحوها او الكميات اللي بيبداوا يوزعوها. يعني هم عليهم برنامج في التوزيع، يعني كل يوم تقريبا في منطقه او كل يومين في حته معينه بيتم توزيع هذه الكراتين. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ جمال حراجي مراسل اليوم السابع بالإسماعيلية، شكرا جزيلا لحضرتك. ونروح لقرارات بتتخذها وزارة الأوقاف علشان تضمن إن الواقف يخطف الناس أو يعني يؤم الناس في الصلاة يكون على قدر عالي من يعني الأمانة والشرف، فبتقرر وقف كل من يثبت تورطه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة. قررت وزارة الأوقاف أن توقف عن العمل كل من يثبت تورطه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو تتعلق بأمن الوطن وسلامته، بالإضافة إلى منعه من صعود المنبر والقيام بأي عمل دعوي فيما يتصل بالأئمة. وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أنه سيتم تنفيذ ذلك الأمر كإجراء احترازي إلى أن تنتهي التحقيقات، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. طبعا الأسعار غالية جدا، علشان كده الدولة بتحاول تعمل إجراءات علشان تضمن أنها تدعم الناس المحتاجة، وبتزود قيمة الدعم كل شوية للسلع على المواطنين. ففي إجراءات جديدة لضمان وصول حوالي 50 مليار جنيه دعم سلع للمواطنين. اللواء محمد علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين، بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم، خاصة وأن المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت لتصل ل 50 مليار جنيه. وقال مصلحي إن الإجراءات تتضمن تنظيم حملات رقابية مكثفة على كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها والتي تدعمها الدولة، لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء، وخاصة سلع السكر والزيوت والأرز والمكرونة والفول والعدس والشاي واللحوم والدواجن، والتي تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20 و30%. آخر خبر معنا النهاردة عن السكر، لانه كان في ازمه ما بين الحكومه وبين مزارعي السكر، كانوا عاوزين يحصلوا على سعر عادل بالنسبه لهم حين توريد قصب السكر. في 5 محافظات منتظمه في توريد المحصول لمصانع السكر. رشدي عرنوت نقيب عام الفلاحين ونائب جمعيه منتجي قصب السكر قال ان المزارعين منتظمين في توريد محصول قصب السكر منذ يوم 5 من الشهر الجاري، وذلك بعد الاسعار التي اعلنتها الحكومه لطن قصب السكر والبالغه 620 جنيه للطن. ووعد الحكومة للمزارعين بعدم زيادة شكارة الأسمدة أكثر من 100 جنيه في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي التي يعاني منها المزارعون. وأكد نائب جمعية منتجي قصب السكر على أن مزارعي 5 محافظات التي تزرع قصب السكر حاليا منتظمة في توريد المحصول إلى مصانع قصب السكر، مشيرا إلى أن المساحة المزرعة بالقصب تصل إلى 300 ألف فدان، يعطي الواحد منها 40 طنا، منها 80 ألف فدان في الأقصر وقنا، 113 وأسوان 78 ألف، وحوالي 22 ألف في سوهاج والمنيا. مزيد من التفاصيل مع الحاج رشدي عرنوت نقيب الفلاحين ونائب جمعية منتجي قصب السكر على الهاتف. أهلا بحضرتك حاج رشدي. أهلا يا فندم، أهلا بيكم. كلمنا عن حركة التوريد بقى، منتظمة فين، ويعني هل كده بتمشي بشكل مرضي بالنسبة لحضراتكم والحكومة ولا لأ؟ والله يا أستاذة، يعني هو إحنا تقبلنا هذا الوضع بتاع سعر الحكومة تمشيا مع سياسة الدولة والحالة الاقتصادية للبلد والظروف الراهنة في الوقت الحالي.
واتفقنا على اساس انه ما يبقاش في زياده في سعر الاسمده والمحروقات. والسيد رئيس الوزراء صرح بذلك، لا زياده في اسعار الاسمده. وبناء عليه بدا المزارعين بعد فتره من الاحتقان والزعل بدانا نتفاوض معاهم. احنا نسيج هذا الوطن، احنا لازم نبقى مع الدوله ومن الكلام ديتي. وهالزياده السنه دي 620، زودوا لنا 120 جنيه. ان شاء الله العام المقبل هيبقى في زياده على اساس الدوله تتماشى مع الظروف الاقتصاديه للبلد والمزارع. وبدا التوريد من يوم 5 في الشهر، يوم 6 بدات الجرارات تورد في المصانع اللي على مختلف المحافظات. وانت عارف الفلاح دائما صبور وجلود وبيصبر، وعلى اساس انه بيرمي الحبه في الارض وبيستنى لما تطلع ويسقيها ويرويها ويقعد سنه كامله او 6 شهور لما ياخذ الحصاد بتاعها. فاحنا دائما مع الدوله، ودائما دائما يعني الصراحه مش مجامله ولا اي حاجه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بيرعى المزارع والفلاح. وعلى اساس ذلك احنا لازم نوقف مع سياده الرئيس والدوله في المرحله الجايه دي. اذا في انتظام لحركه توريد قصب السكر في مقابل وعد حكومي بانه لا زياده لاسعار الاسمده والمحروقات في يعني في اللي جاي بقى، مش اللي فات، لان اللي فات خلاص. الموسم النازل ده ان شاء الله. نعم. وبالنسبه لسعر قصب السكر ممكن يرتفع برضو في الموسم اللي جاي عن كده. القادم ان شاء الله. نعم نعم. احنا يا استاذه بقول لك كان الكل طالب 800 جنيه و900 جنيه. صحيح. تواصلنا بكل الطرق يعني كعقد ندوات واجتماعات على اساس انه لازم السعر اللي يتحط على اساس يبقى هامش ربح بسيط، لكن نرتضي به على اساس الدوله في حاله اقتصاديه صعبه بتاعت تعويم جنيه والايدي العامله مرتفعه وكل حاجه مرتفعه. واحنا بنشكر والله تعاونكم يا حاج رشدي مع الدوله، ونتمنى ان الحكومه تفي بعودها باذن الله ويكون لا زياده لاسعار الاسمده والمحروقات فيما هو قاد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا حاج رشدي عرنوت نائب جمعيه منتجي قصب السكر، شكرا جزيلا لحضرتك. وان شاء الله يكون في مراعاه للفلاحين في القادم من الايام. مش وزاره الزراعه هي اللي بتصرف الحاجات دي، في طبعا يعني وزاره ماليه مسؤوله عن الكلام ده. لو اكيد الاموال متوفره اكيد هيدوا الفلاحين قدر المستطاع، لكن الفلاحين يعني دول عامة هذا الوطن، واحنا بنتكلم عن ان احنا عاوزين نمنع الاستيراد من الخارج، فلازم ندعم مزارعينا، لازم ندعمهم بكافه الاشكال الممكنه، وناكل من منتجاتنا المصريه بدل من ان احنا يعني نجيب ملايين الاطنان من الخارج طبعا مليارات الدولارات اللي احنا في حاجه اليها في الداخل. اعتقد ان الفلاح المصري اولى بهذا الدعم وبهذه الجنيهات والمليارات. دي كانت فقرتنا الإخبارية النهاردة، وده آخر خبر فيها. بعد الفاصل إن شاء الله هنروح لفقرتنا الحوارية، هنتكلم عن القطن المصري وإزاي ممكن يعود لعرشه، هنتكلم عن جهود يعني معهد بحوث القطن في استنباط سلالات جديدة، في إنتاج أنواع جديدة يعني تكون خالية تماما من أي شوائب وتكون جودتها عالية، وإيه مقترحاتهم علشان نرجع بالقطن لسابق عهده. أما الفقرة الأخيرة فهتكون عن مطبقي المبيدات، إزاي ممكن تكون الوزارة بتساهم من خلال لجنة المبيدات في تدريب شباب على رش المبيدات بطريقة آمنة وسليمة يساعدوا المزارعين في ربوع الجمهورية، وده ينصب أو يعني يعود نفعه مباشرة على خلو ما نأكل من مبيدات بإذن الله. دي فقرتنا النهاردة، تابعونا بإذن الله بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعايه